the section of the back اللي هو هنشوف فيه المسلز اوف ذا باك. فالمسلز اوف ذا باك ده جزء مشترك ما بين الابر ليم وبين الهيد والنك. فبالنسبة لتشريح الباك، فبنعرف ان الباك ده فيه 4 طبقات من ماسلز. بيهمنا منهم في دراستنا مع الابر ليم اللي هما الفيرست لاير والسكند لاير، اما الثيرد لاير والفورث لاير بناخدهم في الهيد والنك. الفيرست لاير متكونه من 2 ماسل كبار ومهمين جدا جدا، ادي اول واحده اسمها ترابيزيوس، دي كل دي اسمها ترابيزيوس اهي. والمسل التانية هنا اسمها لاتيزما زورزاي، كل دي بنسميها لاتيزما زورزاي. يبقى الفيرست لاير عبارة عن الترابيزيوس واللاتيزما زورزاي. اما نيجي للسكند لاير فلاقي فيه ليفيتور سكابولا اهي، رومبويدس مينور، وهنا طبعا رومبويدس ميجور. يبقى ليفيتور سكابولا، رومبويدس مينور، رومبويدس ميجور. ممكن اشوف في الهيد والنك جزء هنا من مصل اسمها اسبلينياس مصل. يبقى هنا دولت اللي هم عبارة عن الايه دي طبعا اسمها اسبلينياس مصل، الجزء ده اسمه اسبلينياس كابيتاس. المهم ده كل ده بيكون لي الليفيتور سكابلا، رومبودس مينور، رومبودس ميجور، دولت السكند لاير. طبعا دول ما يتشافوش الا لما اتشالت الترابيزياس واتشالت اللاتيسماس دورزاي.